إجابة على سؤالكم المتعلق بملف القضية اللي أطرفها السيدة تدعي على أنها وقعت ضحية نصب واغتيال ضد شخص يسميه بألف، أحيطكم علما أن دفاع المجتبى به قد تقدم بطلب رامي إلى تأخير هذه القضية قصد الإدلاء بوثائق تتعلق بهذا الملف، والمحكمة قد استجابت لطلب الدفاع لأن هناك حق الدفاع وقررت خير هذا الملف لجلسة 2/8 إن شاء الله، وشكراً.